آليات التنقية الجديدة، احنا داخلين على مرحلة التنقية الكيفية خلاص، يعني التنقية الرقمية خلاص آليتها اشتغلت، شروط وضوابط وقواعد. بس كمان انا بعمل مراجعة لكل الأحكام الجنائية اللي صدرت ضد محامين علشان يستبعدوا، ما فيش حد علشان ما نفوت فرصة انه في حد يفضل مندس. احنا في ناس بيفاجئ يقولوا فلان ده محكوم عليه وقضى الحقوق والسجن كمان وبيشتغل في المحاماة. لا مش هينفع، مش هينفع. اللي طالع من اي حتة، احنا ما معنيين بانه احنا نضبط ايقاع العمل النقابي بالشكل اللي يحقق اكبر مصلحة لصالح المحامين. احنا بنستهدف انه المحامين تكون تشعر بالأمان الاجتماعي والأمان الصحي وأن وراها نقابة ظهر يحميها ويسندها في عند الضرورة، أيضا ويسائل المخطئ منها إذا أخطأ أو تجاوز علشان نقدر نستمر وعشان يبقى لنا حجة أمام الآخرين في التعامل مع المؤسسات المختلفة. يعني أنا عايز ما حدش يشعر إن إحنا بنطلب من الناس إنها تلتزم وإحنا ما بنلتزمش، لا إحنا نلتزم زي ما كل الناس بتلتزم معانا. الحديث حوالين، حد قال لي حصانة المحامي، فين حصانة المحامي؟ يعني ايه حصانة المحامي؟ وانت مش انت اضيفت لك بمقتضى القانون في 2008 و 2015 حصانات غير مسبوقة في اي قانون اخر، مش موجودة في اي قانون اخر في على مستوى الوطن العربي. بلاش نقيس برا ما فيش حاجة اسمها حصانة على فكرة. احنا عندنا احنا بندين المحامي هو الشخصية الوحيدة المعفي من المسؤولية في جريمة التلبس في السب والقذف والإهانة وجرائم الجلسات. ما فيش مسؤول في القانون المصري أو في الدستور المصري مش مسؤول عند التلبس. يعني حتى اللي عندهم حصانات يقول لك كان نائب في البرلمان أو كان قاضي من الاثنين، فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على المحامين إلا المحامين في النص ده اللي احنا وضعناه امام في عمل المحامي امام المحكمه، لانه ده بيحميه من انفعاله وبيحمي المحكمه من تعقبه. استطعنا بمقتضى الدستور الجديد ان احنا نضيف نص جديد ونمد هذه الحمايه امام جهات التحقيق وامام جهات الاستدلال. دي حمايه ثانيه وثالثه. الاهم من كده هي الحمايه المهنيه الاخرى، ان المحامي اللي بيشتغل واثناء شغله يوجه له اتهام من خصومه علشان يقعدوه في الاسم علشان يقدموه في النيابة متهم مع باقي المتهمين، انتهى هذا الموضوع. البلاغ هنا يتقدم للمحامي العام الاول اذا كانت الجريمة ما فيهاش تلبس، يبقى ما ينفعش يتقال للمحامي وهو بينفذ ضربني فاحجزوه معايا علشان نتقدم احنا الاثنين للنيابة. ما ينفعش الكلام ده، عملناه خلاص. ففي حماية موجودة. حد يقول ليه ما بعتوش كتاب دوري للشرطة وكتاب دوري للنيابة وكتاب دوري للقضاء؟ قلنا القوانين ما فيهاش كتاب دوري. انت محامي وما ينفعش، انا مش لازم تبقوا فاهمين كويس، انتوا اللي المفروض بتحموا حقوق الناس، انتوا اللي بتجيبوا للناس حقوقها. انا مش هدور، مش هجيب وراكم محامي ورا كل محامي يقول له وسع له السكه، ما تشخطش فيه، خليه يكلمه كويس، اديله الاجل اللي هو عايزه، اديله. لا مش هينفع. انت محامي عليك ان تبذل لنفسك ما انت مسخر له اللي تبذله للاخرين، لانه اذا انت ما قدرتش عجزت عن انك تحمي نفسك يبقى في مشكله. لكن احنا مهمتنا ان احنا نوعي ونمكن، وانت كمان لازم تبقى واعي بحقوقك كويس وتتمسك بيها بطريقه جيده علشان تقدر تفرضها على الجهات المختلفه اللي بتتعامل معانا. في نهايه الامر المتعلق بالحصانه والحمايه، المحامي اللي بيحترم نفسه بالقطع بيفرض احترامه على كل الناس بالقطع. ودي قاعدة يا اخوانا في كل الدنيا مش بس في المحامين. يعني دايما تقول لك انه انا الشخص باحترامه لنفسه هو اللي بيفرض احترام الاخرين عليه، مش قانون بس، مش ورقة وقلم، انما هي القيمة في ادائك. وده اللي احنا لازم نبقى يعني حريصين على ان احنا نكتسبه، ان احنا نكرسه علشان نقلل الاحساس بالقهر او الاحساس بالدنيا او الاحساس بالهزيمة. أسوأ شيء المحامي أن يشعر أنه مقهور. أسوأ شيء أن المحامي يشعر أنه هو مش عاجز، ده أسوأ إحساس. إن شاء الله أنا واثق أنه الجيل الواعي الصاعد اللي أنا شايفه
معاكم ومع من التقيت بهم سواء في اسكندريه او في مختلف المحافظات، بيقول انه في جيل قادم مختلف عن 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 الاجيال اللي قبله كده بكتير، وعنده ميزه انه بيدافع عن حقوقه وعايز يدافع عن حقوقه وعايز يدافع عن حقوق زملائه وعايز يدافع عن حقوق مهنته وعايز يدافع عن حقوق نقابته وعايز يدافع عن حقوق وطني. ودي قيمه انا يعني بحييكم عليها جميعا.